عاش الإمام علي عليه السلام 63 سنة، وكانت مدة مقامه مع رسول الله صلى الله عليه وآله 33 سنة، منها 10 سنوات قبل البعثة في مكة تربى فيها في كنف رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنها 23 سنة بعد البعثة قضاها معه في مكة والمدينة متحملا عنه أكبر الأثقال، يكافح عنه المشركين ويقيه بنفسه عن أعدائه في الدين، حتى قبض الله تعالى نبيه إلى الجنة ورفعه في عليين. وأقام الإمام علي عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 30 سنة، منها 25 سنة غصب فيها حقه منه ومنع من التصرف فيه، وكان عليه السلام طوال تلك الفترة مستعملا فيها التقية والمدراة، ثم ولي الخلافة 5 سنين ممتحنا بجهاد المنافقين من الناكثين والقاسطين والمارقين. وفي أيامه الأخيرة كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه قد تنغصت عليه الأمور، واضطرب عليه جيشه، وخالفه أهل العراق ونكلوا عن القيام معه لمحاربة أهل الشام بعد أن استفحل أمرهم، وصالوا وجالوا يمينا وشمالا زاعمين أن الإمرة لمعاوية، وذلك بعد قضية التحكيم التي جرت إثر فتنة المصاحف في صفين، حتى وصل الأمر بأمير المؤمنين عليه السلام من الشجن والحزن والآلام بسبب خذلان أصحابه أن يتمنى استبدال أصحابه بأصحاب معاوية، وقد عبر عن هذا المعنى بقوله: أيها الشاهدة أبدانهم، الغائبة عنهم عقولهم، المختلفة أهواؤهم، المبتلى بهم أمراؤهم، صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصونه، وصاحب أهل الشام يعصي الله وهم يطيعونه، لوددت والله أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم، فأخذ مني 10 منكم وأعطاني 1 منهم. وحتى كره عليه السلام الحياة وتمنى الموت، فكان يكثر أن يقول: ما يحبس أشقاها. وفي فجر اليوم 19 من شهر رمضان من العام 40 للهجرة أقدم أشقى الآخرين عبد الله بن ملجم بضرب الإمام علي على رأسه بسيف مسموم، وهو قائما يصلي بين يدي ربه صلاة الصبح في مسجد الكوفة. عشت بالآه صحت ولاه.